تعد قصة الزير سالم واحدة من أجمل وأروع القصص التي تناقلتها العرب عبر التاريخ، ولعلك تعلم أن العرب تناقلت كثيرا من الأخبار والأيام، وخلدت أسماء الكثيرين من شعراء وحكماء وفرسان في ذلك الوقت. ويوجد العديد من الفيديوهات في اليوتيوب تبين أخطاء الإخراجية لمسلسل معين، لكنك اليوم ستتعرف على الأخطاء التاريخية وما تم تزويره لخدمة الدراما في قصة الزير سالم. صدقني ستنصدم من التحريف. إخواني في الله، أحتاج 10 ثواني فقط من وقتك. صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صليت؟ جيد، والآن قم بالاستغفار 10 مرات. الآن قد فزت بثواب. بسم الله، لنبدأ الفيديو. بعد أن قضى الزير سالم على كل البكريين، عاد لحياته القديمة مع النساء وشرب الخمر. مات الزير سالم وهو في طريقه لمصر عندما ذهب للعلاج من آلام في ظهره، وقتله العبدين اللذين كانا معه. كانت هناك علاقة بين الزير والجليلة، ووهبت له نفسها وهو سكران من الخمر، وكانت الجليلة تحبه لحد الجنون. جحدر لم يذهب إلى هند، وبقي جحدر الضعيف الحقير ومات وهو يرعى الأغنام. المسلسل صور الحرب على أنها دموية، كانت تحصد كل واقعة من واقعاتها أو نزال من نزالاتها مئات أرواح الرجال، وأن هذه النزالات كانت تتكرر بشكل دائم، وهذا خطأ تاريخي كبير. فقتل الحرب لم يكن بذلك الحجم الذي صوره المسلسل أو السيرة التي تناولت تلك الملحمة. ورغم أنه لا توجد إحصائيات دقيقة لأعداد القتلى بين الطرفين المتقاتلين، إلا أن كثيرا من الروايات تحدثت عن ما يقارب 70 قتيلا من الطرفين في كل واقعات الحرب، في حين أن أكثر الروايات مبالغة في الأعداد وصلت إلى 700 قتيل من الطرفين. الحارث بن عباد كان من خير العرب ومضرب للحق، وكان رجلا صاحب قوة خارقة، ويقال كان يأخذ قوته من الجن، ولكنه لم يكن أقوى من الزير سالم. اليمامة لم تقابل جبير ولم تعرفه أصلا. الزهراء كانت متزوجة من أحد أمراء العرب، وكانت من أجمل نساء العرب. عندما التقى الزير سالم بهمام في الحرب، تقاتل لأكثر من نصف نهار، لأن همام كان مقاتل عظيم. مر بن ذهر وجميع أبنائه قتلهم الزير سالم وقطع رؤوسهم. التباع اليمني كان من أعظم الفرسان على وجه الأرض، وقال عند موته: كنت أعلم أن قدري على أحد أبناء ربيعة. البسوس ماتت من لسعة حية وهي في طريقها إلى الشام، عكس ما بينه المسلسل بأن جحدر هو من قتلها. الزير سالم من قوته وضخامته كان يكسر ظهر الحسام، وسيفه ما زال موجودا في أرض الهلالين أبو زيد الهلالي. زوجة المهلهل هي حبيبة بنت عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة، وللزير سالم 3 من الذكور هم حرب وحمزة وشعبة وبنت واحدة اسمها ليلى.
إن ساق كاتب المسلسل وراء الروايات المتوارثة والأكثر نقلا عن أن الحرب نشبت من أجل ناقة أو امرأة البسوس بنت منقذ التي سميت الحرب باسمها، كما صور مبتدئها جساس بن مر على أنه رجل غدار وخبيث وناكث في عهد ابن عمه الملك وائل كليب، رغم ذكر الأسباب التي أدت بجساس إلى قتل كليب في نصف المسلسل. فجساس لم يفعل فعلته إلا بعد أن تجبر كليب على قومه وأبناء عمومته منتشيا بانتصاره في واقعة جبل حزاز عندما هزم بمساعدة أبناء عمومته وقبائل أخرى من شبه الجزيرة القبائل اليمانية القادمة من الجنوب، فنصب نفسه ملكا بمباركة أبناء عمومته والقبائل القريبة منه ومنهم، غير أنه أخذ يتجبر عليهم فمنعهم ومنع إبلهم ومواشيهم عن الماء القريبة منهم، والمواشي كانت أهم مصادر الغذاء والرزق عند العرب في شبه الجزيرة، حتى وصل به الأمر لمنعهم من الصيد في حماه الذي حدده إلى حيث يصل نباح الكلب. كما أن الرواية الأكثر دقة على واقعة قتل جساس لكليب عند ماء الذنائب تشير إلى أن جساس لم يطعن كليبا في ظهره، بل واجهه ووجه له طعنة بالرمح اخترقت جسده بين الكتف والصدر، ولا يعد هذا التوضيح تبريرا للطريقة التي عالج بها جساس الظلم الذي وقع على أهله بالقتل، لكن الواجب توضيحه أن عدوان الأب ألحق الظلم بواحد من أهم شخصيات الرواية جساس، بل إنه لم يستفد من مدلولات الاستنتاج التاريخي لإعطاء مفاهيم جديدة تتعلق بنبذ الظلم ومجابهة الدكتاتورية بهدف إسقاطها على الواقع وتوعية الشعوب التي تابعت المسلسل الذي يعد من الأكثر متابعة في تاريخ الدراما العربية. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعاً لنا نستمر بتقديم المزيد إن شاء الله. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعاً لنا نستمر بتقديم المزيد إن شاء الله.